يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله رح نكمل بفيديو جديد. موضوعنا اللي هو Schedules and Quantities. طبعا نحن بالمرة الماضية بعد ما رسمنا الجيومتري تعلمنا كيف نحط Reinforcement بقلب Different Elements Foundations, Columns, Beams حتى فتنا بالسلابس. اليوم أكيد صرنا ناخد فيهم Sections شوف الريبرز بقلبهم حط annotations. ضل عنا بارت مهم اللي هو بعد ما نخلص العملية كلها كيف نعمل حصر للquantities اللي أنا عندي إياها بالمشروع سواء للelements أو للreinforcement. For example هيدا الفريم اللي رسمناه I guess بأول lesson في بقلبه مجموعة من الcolumns مجموعة من البيمز. Let's say أنا بدي طلع الquantities بدي أعمل شيء مثل هيك مثلا column schedule بدي اشوف شو في عندي columns وبأي story موجودين وقد ايه عددهم وقد ايه total volume of concrete اللي حاستعملها لتفيدني بحسابات الكميات اللي انا عندي هي. step number one اللي بدي اعملها بهالحالة هي اني حروح على schedule and quantities هعمل right click وقول له new sheet new schedule quantity. طبعا الريفت بقلبه كل الاشياء اللي ممكن تعمل لها حصر كميات عمل لها schedule او quantities. طبعا احنا هندور على structural columns حلو اوكي. طبعا انا سميها structural column schedule 2 لانه already schedule 1 انا عامله بس هنشوف كيف فيها نحصل على هيدا schedule. حلو اوكي بيطلب مني شو هني available fields يعني اللي هني هودي اوجه المقارنة اللي انا بدي احطها عندي بالschedule. طبعا هلا طبعا هودي كلهم valid بس انت بتنقل الاشياء الاساسية اللي بالجدول لك يعني مثلا مهم نحط الفاميلي اند تايب لنشوف نحن هل هو هيدا مثلا rectangular column circular column والتايب اللي هو الاسم اللي كنا نسميه هيدا بتبين تسميتنا كنا نسميها مثلا RC 45 ب 60 RC مثلا whatever شو ما كان السايز تاني صح له انا مثلا هون حط لي الفاميلي اند تايب التوب ليفل مثلا هيدي مهم لحتى نعرف هيدا الكولوم موجود باي ستوري توب ليفل له مثلا او البيس ليفل يعني فيك هون تنقي تحت يا بتقول له توب ليفل يا اما البيس ليفل سو هيدي اتس اب تو يو اوكي سو التوب ليفل هيدي عشان صنفهم لاعرف بكل طابق شو في عندي عواميد سو بقول له مثلا حط لي كمان توب ليفل الكاونت لحتى يعدل لك يعني مثلا اذا في من هيدا السايز شي 10 بدل ما يذكرهم 10 مرات هلا حنشوف في طريقه بيعطيك دايركت الكاونت سو منيح كمان نحط الكاونت ليعدل لك اياهم واخر شيء فيك تعطيه انت مثلا الفوليوم لحتى يعطيك الفوليوم سواء هلا بنشوف بير كولوم او بير total volume اللي هي لديول الـ 9 columns مع بعض مثلا المساقبة هون عندي بالمشروع في يرتب هالبارامترز في مثلا اقمص الكاونت حطها تحت يعني بجيب لك اياه هون اخر شيء فيك تطلع وتنزل using هودي الأرز طبعا انا رح حافظ على نفس الترتيب اللي كان موجود عندي حقل له اوكي حيفتح لي schedule بهيدا الشكل لاحظوا شو حاطط لي هون في وسع هودي بتحكم فيهم فيهم flexibility اوكي حاطط لي ذكر لي كل الكولومز حتى لو مكررين على نفس الطابق مثلا 9 كولومز هون حاطط لي اياهم كاونت 1 1 1 1 معطيك الفوليوم لكل واحد نفس الشيء بالطابق الثاني طبعا ما هيك بيكونوا عاده البروفيشنال تيبلز سو انا في اجي رتب الامور هلا هون انت حر فيك تقول له مثلا لا بدي اعمل فلتر بدي اشوف بس بدي اعمل فلتر باي مثلا التوب ليفل توب ليفل ايكوالز فرجيني بس الكولومز اللي هن التوب ليفل اللي لهم فيرست فلور يعني من الفيرست للجراوند اذا بقول له اوكي شلك الباقيين وترك لك بس هودي لتشوف شو الوضع عندك انت يمكن تيجي تقول لا انا بدي مثلا اديت اعمل لي فلتر بدي اشوف اللي بالسكند فلور نفس الشيء طبعا هون احنا لانه كنا
for simplicity بالبداية حاطين الكولوم كله نفس السايز، بس انت تخيل ممكن تكون مستعمل different sizes وعم بعدد لك اياهم كلهم. So هون فينا نظبط بالفلتر، فيك ترجع على الفيلدز مرة تانية تقول له edit لتشيل او تحط، طبعا فيك تكبس تحط على الاحمر تشيلها للتوب ليفل، فيك تكبس على الاخضر بتفوتها للتوب ليفل. So هيدي it's up to you، بتتحكم فيه مثل ما بدك. فيك تزيد اشياء من هون تشيل كلها من الفيلدز، فلتر اذا بدك تعمل فلتر لشيء معين. مثلا انا هلا خليني ارجعها، خليني اقول له نان الشكل. فيك تعمل سورتنج، هيدي كتير مهمه، يعني بدل ما يذكرهم بهالشكل انا بدي اعمل له سورتنج جروبينج، اقول له اديت اعمل لي سورت باي، رتب لي اياهم حسب التوب ليفل. لحظه شو هيعمل هلا، عفوا سينا، كمان بدي اقول له حط لي مثلا بلانك لاين بهالشكل، فصل لك اياهم، عمل لهم جروبينج وسورتنج. كل شيء بالفيرست ليفل حطه سكيدجول، عترك فراغ عتحط الباقيين اللي هن بالسكند فلور بسكيدجول تاني او تحته دايركت، بس ترك مثل جاب بيناتهم. هيدي كلها من هون، فيك تقول له حط لي هيدر مثلا، لاحظوا فيك مع بلانك لاين سمي لك هيدي الفيرست فلور وهيدي السكند فلور بهيدا الشكل. فيك كمان تروح من هون تقول له ما بدي to itemize every instance، يعني ما بدي ينذكروا الاليمنتس مع بعض، بدي اقول له حسب لي جراند توتالز، جمع لي هن. ليك شو بنعمل هلا اذا بنقول له اوكي، لحظه شو طلع عندي، خلص جمع لي هن، قال لي انه عندي كولوم تايب له 45 60 بالفيرست فلور، في منه 9، الفوليوم لكل واحد هي 0.81 متر كيوب، والسكند فلور عندي كمان 9 كولومز الفوليوم لكل واحد 0.81. طب بركي انا هون الفوليوم مش منطقي، انا عندي 9 كولومز وحط الفوليوم لواحد، في يحط التوتال فوليوم، كيف بدي اتحكم له بالفوليوم؟ فرجيني التوتال فوليوم لهال 9 كلهم، يعني في اجي هون انا هيدي سميها مثلا بهالشكل توتال فوليوم، بس اكيد مش بالاسم، بدي يكون معدل هون، كيف بدي اعدل هيدا الشيء؟ فيك تروح على فورماتنج بتقول له اديت، بروح هيدي الفوليوم اللي انا ظبطت لها اسمها سميتها بالهيدنج توتال فوليوم، حقول له احسب لي التوتال. لاحظوا شو عمل، حسب لك كانك ضربت 0.81 ضرب 9، على فكره حسب لك التوتال فوليوم لهود ال 9 كولومز وحط لك اياها تحت. يعني انت عواميدك بهالمشروع الصغير او الموديل بدهم كونكريت بفوليوم 14.58 متر كيوب. هيدي بالنسبه للكولوم. طبعا هلا بس نحط هيك، نحط الثلاث سكيدجولز تاعت الكولوم والفريمينج والفاونديشن، حنشوف كيف هنحطهم بقلب شيت وحده، حتى فيك تحطهم بقلب الخرائط يعني اخر شيء. هيدي بالنسبه للكولوم. هلا بالنسبه للبيمز كمان نفس الشيء، في اعمل اذا بنشوف مثلا هيدا اوريدي عملنا فريمينج سكيدجول تحت اسم فريمينج، بيكون نفس الطريقه انا فرجيت شو في عندي بيمز، عملت كاونتينج توتال فوليوم، حتى هون فرجينا الستراكشر الماتيريال، يعني اذا بيجي هون و خلينا نطلب سكيدجول جديد نيو سكيدجول كوانتيتيز، هالمرة الكاتيجوري اللي بدنا هي structural framing، دايما البيمز تندرج ضمن structural framing، طبعا سميها هو 2 لانه اوريدي انا كنت فاتح وحدة. خلينا نشوف، رح نعطيه family and type، نور حرف ال F family and type، بنحط الارو لهون، مثلا هيدي الكاونت لشوف قد في عندي انا number of beams، بهالشكل، وفي يشوف كمان total volume،
طبعا هي فوليوم بالأصل، بس نحن أعطيناها هيدنج سميناها توتال فوليوم. أحيانا فيك تحط الستراكشرال يوزج. نحن لما نرسم البيم كان بيسألنا شو هو الستراكشرال يوزج، كنا نقيها جيردر. طبعا في أنواع كتير، في البورلانس، في ال في كمان الطعون السكندري بيمز، في عندك فيك تحط أذرز كمان sometimes إذا هي خارج عن كل التصنيفات اللي هي اوريدي بيعطيها الرافت. فيك كمان هيدي، بس احنا هون سنس بالاكزامبل كلهم حاطينهم جيردرز، ما كان في عنا، ما حيكون في فرق. يعني فينا نقول له فرجينا الستراكشر ماتيريال، ستراكشر ماتيريال بركي مثلا، هي مش منطق بس انه بركي كان في عندك شيء بي معين عامله بكونكريت ماتيريال غير، بس هي جست هون لحتى نفرجي كيف ببينوا هودي بالسكادجولز بهالشكل. رح قل له اوكي. لاحظوا انا الوهله الاولى بجيب لي هن بهيدا الشكل. دائما هو بيعمل ايتمايزنج لكل الانستانس، يعني بيذكرهم كلهم ولو انه بكاونتنج 1. لاحظوا هون بالبيمز في عندي سايزين، في 45 باي 60 في 30 باي 60. سو هون مثلا في الواحد يقول مثلا بدي اعمل فلتر، اول شيء مثلا بدي او هيدي it seems مش عم يعطي ال family and type. okay I can show them here. رتبهم هون بهالشكل، خليني اعملهم sorting مع blank line هيك بفرقهم عن بعض. خلي ال itemize هلا بنشيلها بعد شوي بهالشكل. مثلا هيك قعدت ترتيبهم، حطيت rectangular beam اللي هن 30 by 60 وحطيت ال 45 by 60، حطيت بيناتهم البلانك لاين اللي هو الفاصل بيناتهم. مثل ما قلنا ما في داعي ان يعمل كاونتنج لكل شيء. صافي انا هون اجي اقول له بالسورتنج في له حسب جراند توتلز وما تحسب ايتمايز بهالشكل. سو هيك انا عندي طبعا عند الريكتانجولر بيم 30 60 في 6 منها، كل وحده الفوليوم اللي لها 1.92 والماتيريال اللي لها 25 ميجا باسكال. نفس الشيء في عندي 6 بس بسايز 45 باي 60، واضح سايز كبر هون الفوليوم كبر. والفوليوم هيدي اذا بدي تشوفها توتال شو قلنا بنعمل، بنروح على الفورمات فورماتنج بالفوليوم بقول له احسب لي كالكوليت توتالز، حطل لي ساعتها توتال فوليوم لهود الستة ومجموعهم اعطاني التوتال فوليوم اللي بدي عوزها لهال 12 بيم اللي انا عندي اياهم 12 بيمز. بدي 24.79 مترز كيوب كوبيك مترز من الكونكريت. سو هيك انا بكون كمان عملت هيك جدول، عرفت شو في عندي كميات، شو في عندي كوانتيتيز. وطبعا في عده طرق لحتى ينعمل تيبلز، وهوت تيبلز فيك تبعتهم تعملهم اكسبورت امبورت از تكست فايل وتفتحه بالاكسل، مين بعد على الاكسل اذا حدا بده يعمل ابديت لهيدي الامور او يجمعها مع سكيدجولز ثانيه. سو هيدي بالنسبة لموضوع الستراكشرال فريم. هلا بالنسبة لموضوع الفوتينجز، خلينا نشوف السكادجول هيدا اللي كنا عاملينه. طبعا بوقت استعملنا سايز موحد نحن 200 ب 245 سنتي. لاحظوا هون حاطين مثلا لينكث الويدث فاونديشن ثيكنس. فيك تعطي elevations بالفوتينج، مهم نذكر elevations لانه احيانا بتكون الارض منا مستوية، سو بعض الفاونديشنز على مستويات غير التانية، ولو انه كلهم لما نطلع رقدة العمود اخر شيء بيكونوا على ليفل موحد، بس ممكن نازلين تحت في فروقات تكون بالاليفيشنز. هلا هون نحن كنا موحدينها، بس منيح نذكرها هيدي الاليفيشنز على التوب وات بوتوم بالتنفيذ منيحة. والكاونت تذكر الكمية، وكان فيها نذكر باي ذا واي فوليوم، لانه الفوليوم هي طول بعرض بثكنس، ففينا نحطها إذا ما بدنا اياهم يحسبوها هن، فينا نحن نكون ذاكرين. خلينا نعمل تيبل شبيه، بنروح على رايت كليك بنقول له نيو سكيدجول كوانتيتيز، وراح نروح على ستراكشرال فاونديشن. ستراكشرال فاونديشن خلينا ندور هون ستراكشرال فاونديشنز، طبعا حطته كل مره لانه اوريدي في واحد، حقول له اوكي. خلينا نشوف family and type. طبعا فيك تيجي تدوس على الكيبورد لحاله بجيب لك اياها family and type. اوكي length width
foundation thickness. خليني احط الفوليوم elevation at top and elevation at bottom. هو ممكن نحطهم اول شيء elevations قبل ما نذكر ابعاد الهيدي. So elevation at bottom and elevation at top. هودي خليني احركهم هو اثنين. خليها بعد الفاميلي ان تايب بنحط الاليفيشن ات توب بعدين الاليفيشن ات بوتوم بعدين لينث ويث ثيكنس فوليوم واخر شيء بنقول له الكاونت ليعطيني كاونت تحت. يلا هات لنشوف. طبعا ذكر لي فاونديشن بهذا الشكل. طبعا ملاحظه كمان يمكن ما ذكرني في انا هودي وفي بهالشكل اعمل كليك على هيدا وقول له align horizontal عملها center لتظبط ارقامك لانه لاحظين هودي عم يعملوا left alignment. سو فيك تعمل select هيك تقول له align horizontal عملهم center لتظبط the schedule. هتلاقي هيدا نعملها كمان نفس الشيء for example. اوكي so elevation at top elevation at bottom length width foundation thickness volume اللي هي إذا ضربت طوله بعرض بارتفاع بيعطيك الفوليوم. هون حطيتها بالمتر المكعب وهودي حطيتهم بالمليمترز. طبعا هذا كله بيعتمد على اليونتس اللي هي من مانج بتروح على اليونتس. هودي بتحددهم بأول المشروع شو هن اليونتس اللي إلك والكاونت. طبعا إذا ما بدي أتعذب وهو كلهم مذكورين فيه روح أنا أقول له فرجيني على روح لي على الـ I guess sorting عمل لي sort by ما بتفرق الفاميلي ان تايب مثلا ما بدي ايتمايز جراند توتلز بهالشكل. عند الفوتينج اسمها اف 1 وقتها سميناها اف 1 200 × 245 اليفيشن ات توب 0 ات بوتوم ناقص 450 مليمتر لينث ويدث ثيكنس فوليوم والكاونت. هلا بقدر انا هون الفوليوم خلينا نحط الكاونت قبل الفوليوم حط الكاونت قبل الفوليوم. اوكي هون في حط انا التوتال فوليوم صار يعني بقدر انا هون اجي اقول له فرجيني عن طريق الفورماتنج اقول له بالفوليوم احسب لي التوتال عندك 16.2 متر مكعب من الكونكريت بدك تستعمله لتصب هودي الفاونديشنز. وباي ذا واي اي تعديل بعمله يعني هلا اذا بيجي على وحده من الفوتنج احفظوا هالرقم 16.2 اذا بروح على 3 دي وبعمل select لهيدي وبقول له edit type وبقول له duplicate ومثلا بدي اقول انا عملتها 22 سنتي ب 22 سنتي ب 45 زدتها شوي just take عم فرجي وهيدي رح اعملها 2200 ب 2200 وبقول له اوكي. So, رح قل له select all instance visible in view حول لي اياهم لسايز ال 22 ب 22 ورجع لي على schedule again. لاحظوا شو صار وينه هيدا schedule هيدا اللي عملنا نحن اخر شيء لا هيدا لاحظوا صار 22 ب 22 و45 وتغيرت تغيروا لحالهم اللينكس والويس وتغير الفوليوم. هاي هي أهمية الريفت أنك أنت هون مش عم تعمل سكيدجول يعني تايبينج مثل اللي نعمله بالإكسل لا هيدا أوتوماتيكلي في قاعدة بيانات في مثل مطرح عم يعمل ستورينج لهالداتا كلها بس تغير أي إليمنت وتفصيل بسيط بيعدل عليه بكل المطارح إنكلودينج السكيدجول. سو أنت هون شو ما فيك تغير وتعدل مشروعك ما تخاف السكيدجول بكفي تعمله مره واحده اوريدي طالما هو موجود ومحفظ هون اوريدي عم يتعدل عليه اوتوماتيكلي كل شيء. هيدا بالنسبه لموضوع طبعا يعني انا اعطيت امثله بسيطه كولوم فريمينج ستراكشر فاونديشن فيك تعمل مثلا للاركتكتشرال اليمنتس اذا عندك بارتيشنز اذا عندك الفينيشينج تعم السلابز يعني اذا عندك الفرنتشر اذا عندك يعني بتقدر انت بالمشروع ليتر اون بالبي اي ام لما يشتغلوا الانجينيرز فريق العمل بي اي ام تيم نقدر احنا
يعني لدرجة أنه حتى كل برغي موجود بالمشروع نعمل له انكلودينج بقلب السكيدجول، ونعرف ساعتها شو في عنا أكلاف. أكيد في برامج متطورة أكتر بعد، وفي تولز نستعملها لننتقل من موضوع ال 3D موديلينج لل 4D ولل 5D. هونيك بتصير الأمور فيها فيز أوف كونستراكشن، في عندك الكوست، في عندك التايم مانجمنت، بنصير نشوف أشياء بتفاصيلها وكميات بتفاصيلها. بس هيدي مثل ما بيقولوا يعني هيك فيرست ستيب بيعملها الواحد لحتى يحترف الموضوع إن شاء الله ليتر أون. هلا خلونا نروح نحو الشيء الأهم صراحة، اللي هو موضوع أوكي reinforcement. خلينا نسكر هذا الفايل. أوكي سو هذا الفايل اللي كنا نحن، هيدا الفايل اللي اشتغلنا فيه بـ I guess تاني lecture أو تالت lecture، حطينا وقت الـ rebars بقلبه بعده فايل مثل ما هو. خلينا نشوف أنا كيف في أعمل schedule for example لـ هيدا الـ strap footing. بدي أطلع على جدول تسليح. هلأ بدنا نبدأ شغل. طبعا كل rebar إذا تعمل كليك بهالشكل، كل ريبر بده يكون منعطاله بهالشكل، يعني بينعطاله سكيدجول مارك. بدنا نحفظها هيدي، عنده سكيدجول مارك ونحن نعطيه ايمج. ايمج اللي هي بتوصف شكل الحديد، عشان لما نحطه بالسكيدجول بيعطيك رسمه لها مع البارامتر لها. طبعا سكيدجول مارك، لاحظوا معي شغله، مثلا السكيدجول مارك عم بيكون ذا سيم لكل الاليمنتس اللي محطوطين بالاوتوماتيك رينفورسمنت. يعني حتى هيدي كمان رقم 10، حتى هيدي كمان رقم 10. سو شو عم يعمل هو؟ انت استعملت التول، حطيت رينفورسمنت لهالفوتينج، عطاهم كلهم نفس سكيدجول مارك. بتروح على الوول بيعطيهم كلهم نفس سكيدجول مارك، بتروح على الكولوم بيعطيهم كلهم نفس سكيدجول مارك. فاحنا هون لما ما نطلب تفاصيل الرينفورسمنت لهيدي الفودنج، عرفنا انه هودي سكيدجول مارك نمبر 10، بس اكيد الريبار نمبر بيختلف. يعني اذا بتعمل كليك، عفوا كليك اهو، هودي عندهم ريبار نمبر 39، الدول عندهم ريبار نمبر 40، اللي بالاذر دايركشن 42، وهيك تسحب معك. سو اللي حاعمله انا، اول شيء بدي ليفهم بالميموري شكل الشيب للريبار، بدي اعطيه ايمج. سو انا راح اعمل كليك على هودي الريبرز بهالشكل. هودي كانوا عباره عن ستريت بس معمول له هوكس بالدايركت بالتو دايركشن، راح القط كمان اللي جايين بالترانسفيرس دايركشن. هودي كلهم بدي اروح اعطيهم ايمج، ايمج بيكبس على ثلاث نقط. طبعا هون انا في اعمل اد، ورح نزلكم موسوعة من الصور كمان، رح تكون هيدي مرفقة إن شاء الله مع الفيديو. بس نشوف من هون أنا جايبها. أوكي ريبر فاميلي بهالشكل. هون في عندك اشكال لريبرز معمولين، هو اهم الريبرز ممكن تستعملهم بالديتيلينج، واكيد ممكن انت تعمل غيرهم. مثلا فور اكزامبل خلينا نشوف هيدا، حقله اوبن. هيدا ريبر طول لينكس له بي، هيدا اي بي، هودي لانه بينطلبوا بالسكيدجولز. طبعا ليه في A B و C B؟ انا هون عامل كذا فيرجن حسب، لانه بالاوتوماتيك رينفورسمنت ما فينا نحن نتحكم باطوال السايز. يعني هون اذا بتشوف هون لاحظ انه هيدا تركه فاضي لانه كان نقي تو ديفرنت ريبرز، عم يعبر انه طول الريبر هو البي بارامتر بي. فلما بدي اطلب بالسكيدجول اشكال التسليح والريبرز، لما اطلب البارامتر بي حيعطيك هو الطول هيدا الطويل،
اكيد هود الطعجات العكفات بيعتبرهم هود هوكس 90 ديجري ستاندرد هوك، بتحط بالتيبل انه في ستاندرد على الستارت وعلى الاند، وهيدا باي ديفولت بيكون بالنوتس بالخرائط، مثلا قيمته مثلا 12 دي بار او شو ما كان الليمت اسبر كود. بس الاساس هو طول السيخ الرئيسي، هو ماخده بارامتر بي. سو لما اروح انا على الايمج، هروح بهالشكل ايمج، هقول له حط لي هاي داتا البي اللي فيها البي. طبعا انا عملت لهم اد من هون. اوكي رجعنا مره تانية، بدنا نفوت عليها مثلا نشوف اللي فتنا عليها من شوي، دي سوفتوير. اوكي مثلا يمكن انا بدي احط وحده فور اكزامبل مثلا هيدي مثلا، هيك بتعمل اد، وفيك تعمل اد قد ما بدك. انا اوريدي عمل لها اد من قبل، حقول له اوكي حطها. هلا بنشوف هيدي تذكروها لنشوف وين بدها تطلع. نفس الشكل اذا بتعمل كليك على الدولز، لانه هول تابعين لتسليح الفاونديشن، الدول لتعرفوا اي صوره تنقوا. لاحظوا هي عندها دايمنشن بي اند سي. سو حروح اجي اعمل سيلكت للدولز بالاتجاهين. اوكي حروح على الايمج هيدي شيب 11.2 فيها سي اند بي، حقول له اوكي. اعطيته الايمج، صار الريبرز اللي تعون الفوتين كلهم محطوط لهم الايمج. سو في روح هلا اطلب سكجول، في روح على سكجول كوانتيتيز نيو سكجول، بس هالمره بقول له سكجول لستراكشرال ريبر. ستراكشرال ريبر بهالشكل حيقول لي شو بدنا نحط. هلا في كتير اشياء اساسيه ممكن نحطها. في يقول له مثلا خليني احط بالاول الهوست كاتيجوري، نوع الهوست، نوع الالمنت اللي عم يحتوي اللي هي النهار رينفورسمنت امبيدد انسايد هالالمنت. الهوست كاتيجوري يعني بيقول لك مثلا هيدي الفوتينج اف مثلا وات ايفر 200 بطوله بعرض اللي كنا نسميها، بسمي لك اسم الفوتينج. مهم نعطيه مثلا سكيدجول مارك، قلنا للريبرز كان هون رقم 10 ليكونوا مميزين. طبعا سكيدجول مارك هيدي بتفيدك لما يكون في عندك كذا، عم تجيب الريبر للمشروع كله مثلا، وفي عندك كذا اليمنت، كل مجموعه رينفورسمنت محطوطين بالمنت معين عم يعطيهم سكيدجول مارك معين. فيك تطلب الريبر نمبر مثلا، فيك تطلب البار ديامتر، بار ديامتر خلينا نطلب مثلا نحط الدايمنشنز اللي هن الابعاد المختلفه، الاي البي والسي فور اكزامبل. اي ثينك ما كان في عندي شيء بالاي، سو كانوا كلهم بي اند سي. هلا بنشوف، هلا بنشوف راح اطلب الابعاد هودي اللي هن البي اند سي، وفي يحط له ايمج اللي حط لي الايمج كمان اللي هي الصوره، اللي هي الصورة. في اطلب كمان مثلا البار لينكس طول الريبر، في اطلب لانه في منهم فيهم هوكس، وحقول له فرجين شو في عندي هوكس، هوكس ات اند، هوكس ات ستارت. اوكي اوكي في يقول له فرجين الكوانتيتي، لانه السيخ بيكون في منه كذا كذا سيخ، سو كوانتيتي كمان مهمه. اوكي اي جس هيك. الكوانتيتي راح احطها اخر شيء. اوكي بي اند سي بعدين ايمج، في حط الايمج بعدين البي والسي ليشرح لي ابعاد الدايمنشنز بعد ما يكون شاف الصوره. اوكي خلينا نعملها مثل هيك، حقول له اوكي. That's great. طيب هون اعطاك كل الريبر اللي انا مستعمله، كل شيء reinforcement انا حاطه بفلور بوول بستراكشر فاونديشن، كل شيء فرجيك عليهم. هود اللي حطيناه نحن بالمرات السابقه، واكيد بس تمحي شيء وتزيد شيء مثل ما شفنا من شوي
بإكزامبل إحنا عم نعمل سكيدجول للفاونديشن كبرنا صغرنا بغير على طول هون. طب أحلى طريقة لأرتاح من هيدي المعمعة كلها ولحظة عجّة بنقول عمل لي فلتر. عمل لي فلتر باي هوست كاتيجوري بدي لا ستراكشر الفاونديشن. اوكي حلو اوكي شلين. طيب صار في عندي كذا تسليح للستراكشر فاونديشن، ما احنا صلحنا كذا فاونديشن، عندي سكيدجول مارك 1 و 4 و 7 و 10. اها نحن شفناهم كانوا سكيدجول مارك 10، في قال له عمل لي فلتر اجين، ثاني فلتر هيدا اول واحد. الثاني سكيدجول مارك خليه ايكوال تو 10، شايفين شو عمل؟ ترك لك بس الريبرز اللي هن انت مستعملهم بالفوتينج اللي نحن قاصدين عليها. برضه يعمل طبعا فيك تلقط هودي كلهم بهالشكل، قل له Align Center. لاحظ الايمج هلا ما حتبين هون، بتبين لما نحط اخر شيء بالشيت. هيدي Dimension B Dimension C Hook at End Hook at Start، فيك تبدل Start والEnd كتراتبية، أفضل تقول end start قبل end بهالشكل. bar length وال quantity وال quantity. فيك انت من هون مثلا طبعا انت هون عندك ال quantity، هون عندك 14 سيخ بقطر 16 ميلي، عندك 5 ب 5 12 مليمترز، وعندك 1 1 1 1 1. فيك تقول له انت بالسورتينج ما بدي الايتمايز، بدي بس توتلز اونلي. عفوا انا ما حطيت البيس للسورتينج على اساس شو، يعني ما حددنا على اساس شو نحن عم نعمل السورتينج. خليه وليكن الهوست كاتيجوري مثلا، اوكي حطيناها بيس على الريبر نمبر. طبعا السكيدجول السكيدجول مارك، طبعا انا ما بعرف قلت له شو يحسب لل، قلت له اوكي توتال ايه شو الايتمز. سو عملت سورتنج جمعتهم، صار في عندي طبعا هودي اوريدي من الفلتر عاملهم، قلت له انا عامل لهم سورتنج حسب الريبر نمبر. سو الريبر نمبر 39 هو 516 في منه 14 حبه، ريبر نمبر 40 41 هني 512 في منه 5 ب 5. هون حط لي واحد مع انه كان في كذا وحده، ليه هون ما بينه؟ لانه بالكوانتيتي لازم نروح على الفورماتنج وقول له حط لي بالكوانتيتي توتال كالكوليت توتالز. اه شايفين شو صار؟ حط لك التوتال. طبعا انا هون قايل له شو توتالز، في شيله من السورتنج ما بدي جراند توتالز بهالشكل. شو صار عندي؟ فرجيك هلا انه لا تسليح الستريب فوتينج اللي شفناها من شوي، انا عندي 14 ريبر، حنشوف نحن دايمتر 16 والشيب، بنشوف الشيب له. هيدا عنده ستاندرد هوك 90 ديجريز من الميلتين، بطول كلي للسيخ 1150، عندك خمس سياخ بطول 96 سنتي و 95 سنتي 5 ب 5، وعندك خمس سياخ بطول 3 امتار هودي 516، هودي بالاتجاه الطويل للستريب فوتينج، هو بالاتجاه الطويل. طيب خلينا لحتى تتبين الامور اكثر، خلينا نروح اعمل هلا اعمل شيت جديده نيو شيت، ما بعرف ولتكن اي، خلينا نحط اي 2. اوكي راح اجيب الريبر سكيدجول هيدا واعمل له دراج بهالشكل، راح احطه هون. شايفين شو صار؟ شايفين هون الشيب، هون الايمجز بلشوا يبينوا عندي هون، فعم بفرجيك كل سيخ قد الاطوال البي والسي اللي له. لاحظوا هيدا
البي 73 سنتي والطول الكلي 1150. وين اجت الفرقية؟ الفرقية هي بالستاندرد هوك. يعني عندك انت عندك هوك لينث بطول بار لينث ناقص بارامتر اللي هو كان عندك بي قسم 2 بيطلع الطعجة من كل ميلة. هون التفاصيل. طبعا فيك تتحكم بالفورماتينج، يعني في انا فوت على السكجول الاساسي وفي اعمل سيلكت بهيدا الشكل وتحكم بالفونت اللي عمل الفونت مثلا 7.5 والعنوان عمل الفونت لإله 10 مع بولد، تحكم فيهم هودي على ذوقك. فيك ترجع على طبعا كبر السكجول كتير، بعمل كليك طلعه شوي، في تحكم بهودي بهالشكل. طبعا انا هون كبرته كتير للجدول، فيي روح مرة تانية كبرناه كتير نحنا، يعني اعمل 5 مثلا نص سنتي اوكي، والريبر اعمل 7.5 العنوان قصدي، وفيي كمان عملها align vertical middle. لما برجع هلا صاروا مزبطين بالنص كلهم، هيدي ما زبطها، في روح على سكجول اوكي، في هيدي كمان فونت 5 والاين فيرتيكال ميدل، نرجع مرة تانية. حلو جميل جدا. طبعا في انا اتحكم سكجول مارك الشكل ليبر نمبر بار ديامتر اوكي. طبعا هيدي كل ما كبرتها تكبر الصورة بهالشكل، فيك انت تتحكم بحجم الصورة مثل ما بدك. Yes it's acceptable now. هيدي كمان فيك تتحكم فيها الريبر سكجول كمان من الجدول هون I guess. هيك صار عندي هيدا السكجول. طبعا هيدا السكجول يعتبر نسبيا كبير، بس انا عم واضحه قصد بس هيك لحتى تشوفوه. هيدي حتكون A2، هيدي حتكون A2 يعني ورقتين A3 هيك بالعرض، خريطة A2. طبعا ممكن بتكون جداول اصغر من هيك عادة. سو هيك عم نفرجي نحنا الريبر شيب والتسليح بالتفصيل لأي فوتينج. نرجع مرة تانية على 3D لهيدي الفوتينج، لهيدي السريب فوتينج. similar work أكيد can be done for walls, for columns, for beams. يعني فينا لأي element نطلع له ريبر بنفس وخطوات بنفس الطريقة اللي عملناها. أنا لهون كون خلصت إن شاء الله هيدي السيشن، إن شاء الله نكون كلنا استفدنا وتعلمنا البيسكس بموضوع السكيدجولز. بليز بتمنى الكل راجع هيدا الليكتشر منيح، واللي عنده أي سؤال بليز يتواصل معي على الإيميل اللي إلي. So stay safe, study well، والسلام عليكم.